بهدف واحد دون مقابل فاز فريق الرجاء الرياضي على فريق شباب المحمدية في المواجهة التي جمعت بينهما عن فعاليات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول. الجولة الأولى سجلت عددا لا بأس به من المحاولات خصوصا خلال دقائقها الأخيرة، إذ كان فريق الرجاء قريبا جدا من قنص هدف التقدم سواء من خلال هذه المحاولة أو تلك التي وجدت في طريقها قائم مرمى فريق شباب المحمدية ونهاية تفاصيل الشوط الأول. في الشوط الثاني تمكن فريق الرجاء من التحصل على ركلة جزاء انبرى لها بنجاح اللاعب نوف الزرهوني معلنا عن تقدم الفريق الأخضر في النتيجة. ومن خلال ضربة الخطأ هاتها كاد فريق الشباب أن يعدل النتيجة، إلا أن الكرة اتجهت خارج الملعب ونهاية